كنت نازل الملعب بالتيشيرت اللي عليه صورة الريس النهارده عشان اول ما جه جون وقلع التيشيرت صورته تبان، بس قبل ما اقلع التيشيرت افتكرت ان سنة 2008 في بطولة افريقيا كان في ماتش بين مصر والسودان، وقبل الماتش بيوم وائل جمعه وابو تريكه كانوا بيتفرجوا على التلفزيون وعلى اللي بيحصل في غزه، وهنا ابو تريكه اتاثر شويتين فقام واخد بعضه من غير ما يقول لاي حد ونزل على كورفا عشان بيطبعوا التيشيرتات، قام جايب تيشيرت وقرر يطبع عليه تعاطفا مع غزه بالعربي والانجليزي عشان كل اللي بيتفرجوا يفهموا الرساله. ولما جه وقت الماتش عمرو زكي عمل اسيست لابو تريكه وجاب جول، ساعتها ابو تريكه احتفل بانه رفع التيشيرت وظهرت جمله تعاطفا مع غزه، عشان بعد الماتش الدنيا تتقلب على اللي حصل ده، والاتحاد كان عايز يخصم الثلاث نقط من مصر لولا ان المنتخبات كلها اعترضت وقالت انها هتنسحب لو حاجه زي كده حصل، وساعتها مصر خدت الثلاث نقط وكسبت البطوله كمان.